مع تصاعد التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، يشتد الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوصل سريعاً إلى حل، إذ يجد بايدن نفسه أمام خيارين كليهما صعب. الأول من خلال تليين موقفه مع إيران ما قد يدفع المعارضة لاتهامه بالضعف، وذلك قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، بينما يتمثل الخيار الثاني في إعلان فشل الدبلوماسية والمخاطرة بإثارة أزمة كبرى في الشرق الأوسط بالتزامن مع الأزمة القائمة أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا. تلك المعضلة التي ستترتب على الخيار الثاني، من المرجح أن ترغم الرئيس الأمريكي جو بايدن على التحرك أو القبول بتدخل من إسرائيل التي تلوح بعمل منفرد يستهدف مواقع نووية إيرانية. وكان الوضع قد تفاقم مع إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها لترد طهران بإزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة لمراقبة الأنشطة النووية، بل إن المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي حذر من أن مجرد أسابيع قليلة فقط تفصل إيران عن الحصول على مواد كافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت على وتيرتها الحالية في تخصيب اليورانيوم. وفي واشنطن يرى منتقدو الاتفاق النووي، وهم جمهوريون بشكل أساسي في التطورات الأخيرة، دليلاً على أن هذا الاتفاق غير كاف لأنه لم يجبر إيران على التعاون مع المفتشين الدوليين، كما أنه لم يمنعها من تسريع وتيرة برنامجها النووي. وفي ظل هذه التطورات يبقى الغموض هو عنوان النوايا الأمريكية حيال طهران، فمؤخراً حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكين من أن ما وصفها بالاستفزازات الإيرانية قد تتسبب بأزمة نووية متثاقمة، لكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية وإحياء الاتفاق النووي.